في نادي الهلال وتوقيتها يا بندر. الوليد من اكثر اعضاء شرف الهلال في الفتره الاخيره اللي قاعد يدعم اداره النادي ويدعم النادي بشكل عام. صحيح. فبالتالي لما يكون الدعم او الانصاف ياتي من شخصيه قريبه للنادي تدعم فهذا دليل على انه وعلى فكره يعني اليوم ما شاهدناه في بدايه معسكر المنتخب مباراتين اللي لعبها ضد اوكرانيا وضد البلجيكا حقيقه واضح على كثير من لعيبه المنتخب السعودي واضح عليهم الاحباط واضح عليهم التأثر لأن كثير منهم لعيبة المنتخب بالذات الأساسيين أو الموجودين لهم سنوات طويلة ما استلموا عقودهم يعني تخيل في كثير من اللعيبة وقعوا عقودهم الجديدة هم استلموا مقدمات عقودهم القديمة. صح. فبالتالي أصبحت المواضيع العملية تراكمية وأصبح تأثيرها على اللاعب نفسيا سيء مع المستشار أحضر كل لعيبة المنتخب. صح. عنده وسأل كل لعيبة المنتخب اللي كان لهم حقوق على أنديتهم دفعها واللي مقدمات عقود وقعها لهم حتى ما يكون لأي لاعب سعودي نجم أي عذر أنك والله أنا عندي مشكلة مع نادي إلا لاعب واحد اللي هو تيسير لما قال ما أبغى أقدم مقدم عقد لأني بنتقل من النادي الأهلي يعني هذا اللاعب الوحيد اللي ممكن من هو؟ تيسير ياسر مسليم هذا معلومة عندك؟ اي معلومه وناس قالوا الكويكبي وناس قالوا قالوا ياسر مسليم هو اللي رفض ان التجديد وانه يبغى ينتقل من النادي الاهلي فبالتالي يعني عمل مثل هذا يعمله لكل الانديه بدون إيه ترى ما حد قد يتكلم يمكن استاذ رجال الله لا مصدر يعني كلام اعلامي الناس اقول لك لاحظ الناس كلهم سابوا ال 20 لاعب اللي جددوا قاعدين يبحث عن مين هو اللاعب هذا صح عرفوه هذا حب الاستطلاع عرفوه ما يحتاج مو بحب الاستطلاع الحين يا سمسيلي لا مو بالكويك شوف اي حمد موجود الاستاذ حمد صحيح وفي ناس قالوا اسامه وساوي بعد وفي ناس قالوا اسامه وساوي بفلوس بكره صحيح فلذلك احنا نتكلم اليوم على حقبه يعني تغير كبير في الوسط الرياضي ما عمله مع المستشار حقيقه عمل جهود يشكر عليها واحنا كرياضيين نقدر له هذه ولكن نحن نطمح ايضا من لعيبتنا انهم ايضا يردون هذا الجميل اللي فعلا لن يقوم به اي عضو شرف في نادي لان المبالغ على اللعيبه زي ما ذكر ابو صقر يعني واحد من اللاعبين فقط يعني 15 مليون فما بالك بقيه اللعيبه والديون والمبالغ اللي يستحقونها على انديتهم. عبد الكريم قفل لي في الهلال انا الحقيقه